عربي الماضي والمستقبل، عربي الماضي والمستقبل، شمسي وتلجي سهري ومرجي، سيفي جدودي ودمع خدودي، كرمال ترابك يا شاب، كرمال ترابك يا شاب. شام بوابة حراب حراب ما بيتذكر فيها باب، شام بوابة حراب حراب وما بيتذكر فيها باب. شام التاريخ. صباحك ليا. صباحه يا سالي. سعد صباحك، صباح المطرات الحلوين والبردات والعواصف تبع امبارح، كيف كان كيف كان؟ برد صار برد، وهذا الطقس كله مرض بمرض، الله يحمي الكل يا رب. امين يا رب، مثل ما قلتي ليا الله يحمي الجميع. صباح الخير والسلام لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقه جديده من صباحنا غير. شكر لمطعم بابيليتو اللي كل يوم عم نطل عليكم الساعة 9 الصبح اكيد بمواضيع. اليوم تاخرنا شوي لانه كان في زحمه على الطريق، ودائما الزحمه بالمطر هي صار شغله مفروغ منها. نحن المهم انه يكون معنا ضيوف من مجالات مختلفه ومعلومات بتهمنا وبتهمكم. اكيد بدي ارجع اجدد التحيه علي. استاذ صباحك. يسعد صباحك سالي عن جديد. وبما انه نحن هلا باجواء البرد واجواء الكريسماس، اجواء الميلاد، طبعا يعني ما في احلى من الزينه، وما في احلى من انه يكون الناس كلها عم تتمنى بهالايام الخير والبركه والسعاده والمحبه. بكل المحافظات السوريه عم نحتفل بالميلاد، ولكن خلينا نروح الى مرمريتا، الى ريف حمص، ونتابع مع بعض الاجواء الرائعه بافتتاح شجره الميلاد، شجره الخير والحب والسلام، طبعا ضمن الاجراءات الاحترازيه. خلينا ننتقل ونتابع التقرير التالي مع مراسلتنا شيرين العلي. إذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، أضاء أهالي بلدة مرمريتا والفعاليات الاجتماعية شجرة الميلاد في ساحة البلدة، والتي رافقها الألعاب النارية لتزيد من جمال ومتعة المشاهدة، تعبيرا عن أملهم بأن يحمل العام الجديد الخير للجميع. طبعا نحن شي 15 شاب حبينا أنه السنة يكون في ناطي أمل وفرح بمرمريتا، ونضوي شجرة العيد اللي ترد شوي من الفرح اللي بهالسنين الحرب ضاعت عن وجوه الكل. وزعنا تقريبا شي 1800 كمامة على كل الموجودين. الشجرة طولها 12 متر وعرضها من تحت 6 امتار، ملونة مثل ما شفتوا بهالألوان الموجودة. طبعا تقدمت بتكاليفها هي شركة مسموح للتجارة. بعض الشباب الحقيقة المتحمسين واللي طبعا اعمالهم خيره بكل المجالات، رادوا انهم يضفوا بسمه العيد على وجوه كثير ناس بهالظروف الصعبه. كثير حبينا نشارك ونخلي هالعالم الحزينه او الخايفه انه يطلع لها شويه فرح ضمن حدود الأمان المطلوب. وحرصا على سلامة المتواجدين في الساحة، وزع القائمون على الاحتفالية الكمامات عليهم للحد من انتشار فيروس كورونا. ونفسي كثير حلوة من الشباب انه هيك حبينا نحتفل بالعيد، ونوزعوا لنا كمامات مشان كل يحافظ على سلامته. نفسي كثير حلوة يعني من الشباب والصبايا هون لما عملوا هاي يعني هذا الاحتفال الحلو اللي جمعنا كلياتنا وعملنا جو حلو ووزعوا كمامات لمي حلوه لضيعه وفرح حلو وما حرمونا فرحه العيد. والاهم من هيك انه كمان وزعوا كمامات لكل الموجودين حفاظا على سلامتنا وسلامتهم كمان. احتفال كثير حلوه، انا كثير مبسوطه وكل عام وانت بخير. الاضواء الجميله المتلألئه في كل مكان اطفت جمالا وفرحا في نفوس الكبار والصغار، لتكون هذه الاحتفاليه رساله واضحه بانه رغم وجود هذه الجائحه يصمم السوريون على ايجاد الفرح. من ساحه بلده مرمريتا بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الاخباريه السوريه. اكيد
أستاذ سالي، من بعد ما تابعنا التقرير بدنا نوجه تحية لأهلي بمرمريتا. أكيد بدنا نقول لهم الله يعطيكم ألف عافية، لكل الشباب والصبايا يلي تعبوا، لكل الأيادي البيضاء يلي حاولوا بهالظروف الصعبة أنه يرسموا الفرحة ضمن الإجراءات الاحترازية. الله يبعث الخير وإن شاء الله سنة تكون حلوة على كل الناس وكل السوريين. أمين يا ليا وعليك أكيد، وإن شاء الله سنة خير على الجميع. بنقول شكر كبير لكل حدا عم يرسم بسمة على وجوه العالم رغم الظروف الصعبة اللي نحن عم نعيشها. يعني هيدي الشجرة هي رمز، ولكن هي بتفرح قلوب كتار طبعا مثل ما قلتي ضمن الإجراءات الاحترازية. أما هلأ رح ننتقل لفقرتنا الطبية لليوم. يعاني الكثير من الأشخاص بما يسمى بالضخامة اللثوية التي تعود إلى العديد من الأسباب، أكيد ممكن تكون مرضية وأحيانا ممكن تكون وراثية. أهم أنواع وأسباب هذه الضخامة، إمتى بتكون مزعجة هذه الضخامة، وكيف فينا نحن نعالجها؟ أكيد أجوبة لأسئلة رح يجاوبنا عليها الدكتور محمد أحمد علي، اختصاص معالجة أسنان. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. خير ومحبة إن شاء الله. يسعد صباحك دكتور، ونهارك حلو يا رب ببدايته معنا. بالبداية موضوعنا عن تضخم اللسة، شو يعني تضخم اللسة وإيمت منحس إنه عنا تضخم ولا هي هيك شكلها عادي؟ هلا بالنسبة لتضخم اللسة، لما بتوصل لحجم غير اللسة الطبيعية بيكون عندنا شيء اسمه تضخم. هذا التضخم بيختلف حسب درجة معينة، بيبلش صغير ممكن يوصل لمراحل مزعجة جدا بتستدعي تداخل جراحي، بحيث انه نشيل هاي التضخم بشكل جراحي. بدنا نحاول انه هاي التضخم اللسي نبنده ضمن اربع بنود. عندنا اولا الضخامة اللثوية الالتهابية المزمنة، في عندنا ضخامة لثوية ناتجة عن أدوية معينة ممكن ياخذها المريض، هلا نستفرد بكل حالة لحالها. وفي عندنا الضخامات اللثوية المرافقة لمرضى اللوكيميا، وفي عندنا أخيرا الضخامات اللثوية المرافقة للحمل، يعني أثناء الحمل للسيد الحامل. يعني عدة يمكن فينا نقول أسباب ممكن تؤدي للضخامة اللثوية، ولكن بدنا نبلش هلا كيف فينا نحن نلحقها أو مثل ما بيقولوا من أول المعاني. هو كل أنواع الضخامات، كل أنواع الضخامات الأربعة اللي حكيت عنها، الوقاية الفموي، يعني الواحد يفرش أسنانه بشكل منتظم، يستخدم مضامد الفموي، هيك بيكون وفر، والوقاية خير من قنطار علاج. صحيح. بيكون وفر لحاله مراحل متقدمة. إذا بدنا نبلش نبند كل ضخامة، هلا بالنسبة للضخامة اللثوية الالتهابية يعني معالجتها ممكن بالمراحل الأولى تكون بسيطة عن طريق تقليح تسوية جذور، تقليح نظامي، السيطرة على اللوح الجرثومي من خلال مضامد نوصفها للمريض. إذا وصلت لمرحلة صارت مزعجة وتخبي جواتها سطح السن وتراكمات معينة، هون ممكن نلجأ للحل الجراحي، قطع اللسة عن طريق يعني في عندنا حلين، اما قطع لسة او رفع جيب او رفع شريحة عفوا. نعم. هاي بالنسبة للحالة الالتهابية. نعم. المزمنة، الضخامة الالتهابية المزمنة. وبنوصف للمريض اكيد مضامد فموية تحتوي على الكلوركسيدين، هاي كثير مفيدة بهيك حالة. بنجي للنوع الثاني من الضخامات اللثوية، ممكن نشوفها مع اثناء تناول ادويه معينه، فينا نختصرها بثلاث ادويه، مثلا مضاد الاختلاج، المرضى اللي بيضطروا ياخذوا ادويه مضاده للاختلاجات ممكن يصير عندهم ضخامات لثويه، المرضى اللي عم ياخذوا حصيرات اقنيه الكالسيوم، والمرضى اللي عم ياخذوا مثبطات المناعه. نعم. ممكن هدول الثلاث مرضى نتيجه الادويه اللي عم ياخذوها يصير عنده ضخامات لثويه. كمان هون الضخامه بنركز على اول شيء انه نحاول انه نمنع ظهور الضخامه اللثويه من خلال اجراء المعالجات السنيه الطبيعيه، التقليح النظامي، استخدام المضامد مثل ما قلنا. وفي مرحله متقدمه اذا ما قدرنا نسيطر عليها ممكن باستشاره الطبيب العام تبع المريض ممكن نفكر انه نوقف الدواء بشكل مؤقت او نغيره. اذا ما فينا ووصلت لحجم معين صار مزعج للمريض بيستدعي جراحه، كمان ممكن نلجا الى الاسلوب الجراحي
قطع لسه او رفع. تمام دكتور، خلينا نروح للحالات المستعصية او الحالات المزمنة اللي ذكرتها حضرتك باخر حديثك. يعني في مراحل نحن بنوصل فيهم الى جراحة، او في مراحل ممكن انه نحن توصل اللثة انه هي تعمل يعني فيدباك بالاسنان، ممكن تضر الاسنان اكثر اذا ما عالجناها. هلا بالنسبة للدخامات اللثوية هي موضوع شائك ويعني ومربك لنا ولا المريض. طب وين اكثر شيء بتتضخم اللثه من؟ والله ما لها محل ثابت، ممكن باي منطقه لانه بتاثر على الناحيه الوظيفيه والناحيه الجماليه. ممكن توصل لمرحله تعطي رائحه كريهه حتى، يعني تعمل مشكله نفسيه صحيح. للمريض. نلجأ للاسلوب الجراحي لما بتوصل لحجم ما عاد فينا انه عن طريق المعالجات التقليديه نعالجها، هون نلجأ للاسلوب الجراحي. نعم، يمكن كثير اشخاص بيصير عندهم الام باسنانهم، هن بيفكروا سببها انه السن نفسه او الضرس نفسه، ولكن لا، بيكون احيانا شيء باللثه. ويمكن هن ما عندهم يمكن انه يقدروا يراجعوا الطبيب او في ظروف معينه، ولكن قد ايه مهم الاستشاره الطبيه ولو كانت مثلا هلا صار عندنا نت واتساب، ممكن احيانا الدكتور اذا كان ما نقدر عن المريض يجي بظرف الكورونا، يعني بس بيستدعي حاله العلاج، ممكن له ورجيني ممكن مضامد معينه، قديش مهم الاستشاره الطبيه؟ والله الاستشاره مهمه جدا، ومثل ما حكينا سابقا انه يعني الواحد يتبع اساليب العنايه الفمويه، فرشايه اسنان على الاقل مرتين يوميا، وبركز لموضوع فرشايه الاسنان قبل النوم، يعني لانه الجراثيم المسببه لالتهابات اللثه ولا للنخر تنشط بالفتره الليليه، بيكون المريض نايم 7-8 ساعات الجراثيم بقى تنشط وتعمل مشاكل. نعم. بالنسبه للدخامات اللثويه المرافقه للحمل، هاي نتيجه تغيير الهرمونات بجسم المراه بشكل عام، ممكن يصير هيك دخامات، يعني بنشاهدها كميه لا باس بها. نعم. هون الوقايه خير من قنطار علاج مثل ما قلنا بالبدايه. صحيح. اهم شيء انه نشيل السبب اللي ممكن يعمل هيك ضخامه، حشوه سيئه مثلا، تلبيسه سيئه، نوصل الحامل باستخدام المضامد، بنبعد عن المضامد التي تحتوي على اليود، لانه هاي اليود ممكن ياثر على الجنين. واكثر من هيك ما في بالنسبه للحامل. تمام. في عندنا الضخامه الاخيره فينا نقول المرافقه للمرضى، اللوكيميا، يبعدوا عنا وعنكم وعن جميع المشاهدين. هي ممكن تكون مزعجة أكثر شيء، لأنه ممكن توصل لمرحلة إنه بنسميها التهاب لثي تقرحي تموتي حاد، ومؤلم، حتى بيكون مؤلم للمريض. هون ما في إلا نلجأ للأسلوب تحت التخدير، كريات قطنية، نشيل النسج الطرية ونعمل تقليح مع تسوية الجذور، وبنوصف مضامد مثل ما حكينا سابقا. طيب دكتور، بالختام، يمكن كثير في سلوك نحن بنتبعه خاطئ هو بضر اللثه، منهم حضرتك ذكرتها من شوي، ولكن خلينا نحكي بالتحديد على الالتهابات ان كان من الخراج والى اخره، عدم الاهتمام فيه قد ايه كمان هو بياثر على اللثه، وممكن يعني نحن في دنقوره صغيره بتطلع من الخراج بعدين بتصير بتمتد اكثر واكثر اذا اهملت ايضا. هاي موضوع الحلقه انه الدخامات اللثويه، بالنسبه للخراجات هاي موضوع ثاني. الخراجات السنيه هاي بيكون على سن معين واحد او اكثر نتيجه اهمال المريض، على بيوجعوا ضرسه بيهمله بيتموت العصب، بعد مرحله التموت بتجي جراثيم حتى تفكك العصب، بيتحول لمرحله خراج، هذه معالجته تختلف. هون في معالجات حاليا حديثه. بامكاننا نعالج الخراجات بدون ما نلجا لقلع الضرس، لانه بالمراحل المتقدمه صح. ما بيفيد الا القلع، قلع الضرس تماما. دكتور، يعني نحن استفدنا كثير من هاي المعلومات اللي حضرتك ذكرتها، بدنا نشكر وجودك معنا، وبدنا ان شاء الله هيكون لنا حلقات ثانيه لنحكي عن مواضيع ثانيه اكيد بتهم جميع مشاهدينا. شكرا لك. اهلا وسهلا، وكل عام وانتم بألف خير وانت بخير وسادة المشاهدين الكرام. ميرسي كثير لك دكتور. ما هلا مشاهدينا، فخلينا نروح بدمشق الى دار الاسد للثقافه والفنون، ونتابع مع بعض افتتاح ايام الفن التشكيلي، والذي تم من خلاله تكريم العديد من الفنانين التشكيليين. تفاصيل اوفى منتابعها بالمادة التالية مع زميلتنا ريم سليمان.
احتفالية الفن التشكيلي السوري، فن عريق يعود إلى أكثر من 100 عام، متجدد، عابر للمدارس، عابر للتيارات، لم يقتصر على مدرسة واحدة ولا على شكل من أشكال التعبير الواحد. بهذه المناسبة رأينا أن نحتفل بمئوية نصير شورى، هذا الفنان الرائد المعلم، وأمامنا لوحات من أجمل ما أنتجه وهي من مقتنيات وزارة الثقافة، وإن شاء الله نستطيع أن نعرضها في القادم من السنين في متحف الفن الحديث المزمع إقامته في سوريا. أيام الفن التشكيلي السوري بموسمه الثالث بعنوان ويستمر الإبداع، طبعا هو احتفالية بالفن التشكيلي السوري والفنانين السوريين. طبعا في فعاليات كثير مهمة بهذا اليوم، عندنا طبعا يعني احتفاء يعني تكريم لفنانين مبدعين أسسوا بالحركة التشكيلية السورية، في احتفالية بمئوية نصير شورى الفنان السوري المهم اللي كان له تأثير كبير كمان بالحركة التشكيلية السورية. طبعا في معرض لهؤلاء المكرمين، وعلى مدى 3 سنوات نحن عم نكرم كل الفنانين او اغلب الفنانين اللي هن اثروا بالحركه التشكيليه. وقت بنقول جائزه الدوله التشجيعيه فنحن عم نحكي عن تقدير للمسيره اللي صارت، وبنفس الوقت تقدير للخطه الموضوعه وللخطه المستقبليه والاستراتيجيه اللي عم نشتغل فيها. فانا بعتبر هذا التكريم وهي الجائزه عباره عن تاكيد على اهميه الموسيقى، على أهمية النهج اللي نحن مع الفرقة السيمفونية الوطنية بالمعهد العالي وبدار الأوبرا عم نمشي فيه لنوصل لموسيقى لكل البيوت، لنوصل الموسيقى لكل الناس، ولحتى نكمل الرسالة اللي تركوا لنا إياها لنسلمها للجيل الجديد. مجرد المعرض وهيك احتفالية هي لوحدها رسالة متكاملة للجيل الجديد. الفنانين الشباب بيتكرس عندهم الأمل بالمستقبل، ممكن تدعم طموحهم الفني، مشاريعهم يعني الفنية. ليا مثل ما بيقولوا دائما في مصطلح دائما نقول انه لازم مثلا حرية التعبير او ثقافة احترام الرأي والرأي الاخر. ثقافة حرية التعبير والتعبير او الافصاح عن الرأي بدها خبرة وبدها افكار واعية وايضا تقبل الاخر، نفس الشيء ايضا بيحتاج لمرونة لانه يقدر تقبل الرأي والرأي الآخر. كل هالمواضيع رح نحكي عنها وتفاصيل أكيد رح تجاوبنا عليها عزة الكردي أخصائية في علم الاجتماع. يسعد صباحك عزة وأهلا وسهلا فيك. صباحكم صباح الخير. أهلا وسهلا فيك عزة ونهارك حلو يا رب. سعيد يا رب. نهارك حلو يا رب. بالبداية خلينا نحكي عن مفهوم حرية الرأي، يمكن كثير في عالم بيتجاوزوا حدودهم بيفهموها انه هي حرية رأي، ولكن حرية الرأي هي ضمن الحدود ان كان للتقبل وان كان لفرض حرية الرأي. بداية حرية الرأي هي قدرة الفرد انه يبدي برأيه او بمعتقده او بفكره، لكن ضمن حدود معينة بان لا تتعدى حدود الدولة التي يقيم فيها. بعد شرط اساسي من شروط حرية الرأي. إذا بدنا نيجي من الشغلات الأساسية اللي بتساعد إنه الإنسان يكون عنده إبداء لحرية الرأي دائماً، إنه يكون عنده حرية الاختيار. فالاختيار هو شيء أساسي لشخصية الإنسان، لما يكون هو حابب يختار ممكن يعني عمل أو وظيفة أو أي شيء بخص فيه، فهو قادر إنه هو يبدي رأيه بكل صراحة.
من شروط ايضا او مقومات حريه الراي ليكون عنده هالراي الصائب او ليكون عنده هو قادر انه ما حدا يقدر يقول له لا على رايه اكيد. ايضا يكون عنده احترام لحقوق والاخرين وعدم انتهاكهم. يعني انا لما اليوم بدي ابدي برايي بموضوع ما او بقضيه ما او بدي ادخل بدي رايي باي شيء بالحياه بدي اكون انا محترمه خصوصيه وحقوق الاخرين، وايضا بكون مقتنعه تماما بالراي اللي انا بدي احكي فيه من دون ما افرضه على الناس. صحيح. اكيد. وشغلي اساسيه هي بند اساسي من هاي البنود ايضا الاسلوب. دائما نحن بنحكي عن الاسلوب الصحيح والراقي. لما انا بدي ابدي رايي باي موضوع بدي يكون عندي اسلوب صحيح دون تجريح. صحيح. او تشهير باي شيء يخص الاخرين. يعني من خلال حديثك عزة فينا نحن هلا تعطينا الجواب عن الفرق بين حريه الراي معناتها وحريه التعبير. بينما حرية التعبير، حرية التعبير الإفصاح عن أي أمر خاص أو عام بيخص مجموعة، بيخص دائما الشيء اللي فيه المصلحة العليا، فهون كفرد أنا بقدر أفصح عن هذا الموضوع سواء كان بيخصني أنا أو بيخص المجموعة أو بيخص البلد اللي أنا عايش فيها بما يتوافق ويتناسب ويحقق المصلحة العامة كوني أنا مثلا أو حضرتك أو حضرتك فرد مسؤول ومكلف في هذا المجتمع. حرية الرأي خلينا نحكي إمتى هي بتكون ضمن حدود؟ حرية الرأي تكون ضمن حدود لما أنا ما بدي أتعدى حدودي مع الآخرين، لما بدي يكون رأيي صائب، لما بدي يكون أنا في بفرض معايير لتعاملي أنا مع نفسي وتعاملي أيضا مع الآخرين، فبالتالي أنا ما ممكن فوت بتدخل بأي شأن من شؤون الآخرين الخاص أو حتى ممكن يكون العام بما يتمثل بأي جانب من جوانب حياتهم بدون أنا ما أكون فارضة معايير وكان مثل ما حكينا أسلوبي راقي بالتعامل حتى الناس تتقبل. لأنه نحن دائما بنقول ومنعيد أنه نحن لما بنحترم الرأي والرأي الآخر لأنه نحن عايشين للتقبل، عايشين نحن أشخاص مختلفين بيئات مختلفة معتقدات مختلفة أفكار مختلفة بدنا نكون عندنا تقبل وتعايش وبالتالي نتعايش مع هذا الاختلاف. صحيح. يمكن الأسلوب المقنع اللي هو بخلال اللباقة مو من خلال فرض رأي معين. نعم. أنه أنا هيك فأنت بدك تتقبلني، لا بدك تحترم لي رأيي لو أنا كان رأيي مفروض فرض. قديش مهم الأسلوب بالتعامل طبقة الصوت لأنه نقدر نحن نعطي رأينا بشغلة بلا التصريح. طبعا لأنه هذا الشيء كمان بيأثر على حتى على يعني شخصية الإنسان اللي هو بده يعطي رأيه للناس. لما بيكون أنا رأيي عم بحكي مثلا بطريقة منفرة بطريقة فيها عصبية ممكن بطريقة لفظ الكلام أو انتقاء للألفاظ، فهذا الشيء دائما بيأثر على تقبل الآخر لوجهة نظري أو رأيي. فبالتالي أنا كنت لما أنا بدي أكون ناجحة أني أنا اخترق ممكن فينا نقول انه حريت هذا الشخص انا ابدي رايي بموضوع ما يكون انا تماما فاهمه تماما وبعرف انا كيف احكي بلباقه وبعرف كيف عندي هذا الفن فن الاقناع فن التاثير. نعم. باسلوب راقي لقدر الناس تتقبلني وتتقبل رايي. اكيد هو اهم شيء نحن ايضا نعلم اطفالنا. صحيح. منذ الصغر حريه الراي، ولكن شو الاسلوب الصحيح انه نعلمهم كيف يبدو رايهم كان بالمدرسه بين رفقاتهم تكون شخصيتهم قوية بنفس الوقت. نعم. وبعيدين عن الوقاحة أو قلة الأدب. نعم. حرية التعبير للطفل شيء كتير أساسي منذ نشأته منذ صغره. رح أحكي شوي بس عن حرية التعبير اللي هي شو الأهل لازم يتصرفوا. دائما لازم نعزز ثقة النفس بالأبناء دائما هذا بشكل أساسي. نبتعد عن التوبيخ والصراخ دائما بوجه الأطفال حتى يعني ما يكون في عنا أسلوب لكبتهم. دائما نشجعهم على التحصيل العلمي لأنه التحصيل العلمي هو بصير في عنا تنمية مهارات وإثقال شخصية تنمية الروح الإيجابية لدى الأطفال. دائما تعزيز التواصل بمحيطه مع إخواته مع الأطفال بالمدرسة زملائه أيضا مع الأهل، وبالتالي أيضا هذا كلياته بيأثر على تنمو شخصية للطفل قادرة على التواصل مع الأهل قادرة على التواصل مع الأبناء. نشجعه دائما على روح الإبداع وما نحاول أن نحن نجرحه أو نقلل من أفكاره اللي هي بتكون أفكار طفولية. نحن بالعكس نحثه عليها ونشجعه عليها حتى وعدم مقارنته بالآخر. بالضبط. فهون هاي شغلات اللي بتكون عدم المقارنات هاي من الشغلات الكثير أساسية أنه نحن ما نقارن بينه وبين أي شخص ثاني أو بينه وبين أي فرد أو بينه وبين زميله، لأنه هذا الشيء بيأثر على شخصيته أكيد. نعم.
عزة، متى تنتهي حدود حرية الرأي وإمتى فينا نفصلها عن حرية التعبير وإمتى فينا نحد من الإساءة أحيانا بتكون للآخرين من خلال شعار حرية التعبير أو الرأي؟ يعني ممكن نسيء للأشخاص اللي مقابلنا أو ممكن معتقداتهم نسيء لها، إنه والله أنا رأيي بشيء. قديش مهم أيضا يكون حتى الطرح، مو بس الأسلوب، الطرح الفكرة بيكون راقي. أكيد الطرح الفكرة بيكون راقي لما نحن نآمن تماما بأنه في حرية للرأي والرأي الآخر، لكن هاي الحرية مثل ما ذكرت دائما بدنا نحن نكون موجودين ومتقبلين أنه نحن ناس مختلفين عن بعض، وناس نحن دائما بدنا نعيش حياتنا على تقبل الاختلاف بين بعضنا. فبالتالي بتلاقي احيانا ممكن يكونوا اخين بنفس البيت، لكن كل مين عنده طبيعه خاصه فيه، كل مين عنده معتقد خاص فيه، كل مين عنده فكره. فهون ما بصير التشبث بالراي، لانه كل انسان له يعني كل انسان له فكره اتجاهه. نحن مختلفين بكل شيء، نحن مختلفين، فبالتالي مو بالضروره الشيء اللي يعجبني يعجبك، فانا بدي اتقبل رايك واحترم هذا الشيء. أكيد. نعم، نحن بالختام بدنا نتشكرك، شكرا كثير لك، وما في احلى من الواحد تكون شخصيته قويه. نعم. مع حريه التعبير ضمن حدود محدود. شكرا كثير لك ونهارك حلو يا رب. شكرا كثير لاستضافتكم الكريمه. شكرا لك يا عزه، صحيح كان الوقت قصير ولكن معلوماتك كانت جدا بمحلها ومفيده. ان شاء الله بالحلقات الثانيه، ان شاء الله بالحلقات القادمه اكيد رح نتوسع اكثر واكثر. شكرا لوجودك معنا. شكرا أمل سالي. فخلينا نروح ضمن فعاليات المؤتمر 15 لاتحاد طلبة سوريا. بدأت اليوم جلسات أو بدأت أمس جلسات حوارية في كافة جامعات القطر. تفاصيل من تبعنا أكثر بالتقرير التالي مع زميلتنا رزان سليمان. ضمن فعاليات المؤتمر 15 لاتحاد طلبة سوريا بدأت اليوم جلسات حوارية في كافة جامعات القطر، وتستمر هذه الجلسات لمدة 3 أيام، الهدف منها نشر ثقافة الحوار ومواكبة التطور التكنولوجي. الغاية طبعا من هذه الجلسات الحوارية أنه نحن نتعرف على ونقيم عمل منظمة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، نتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف بعمل المنظمة، بالإضافة للتحديات اللي بتواجه المنظمة والآليات اللي نحن من خلالها رح نتجاوز هاي الصعوبات ونعزز نقاط القوة ونتجاوز نقاط الضعف، ولنطلع بمقترحات وتوصيات تكون هي عمليا الدليل لعمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة. طبعا بيتناول عمل المنظمة بشكل كامل، سواء بدءا من البنية التحتية المنظمة والهيكل التنظيمي، بالإضافة لأنشطة الاتحاد الثقافية الاجتماعية الرياضية الأدبية وكافة الأنشطة والمبادرات التطوعية اللي يقوم فيها الاتحاد، وأيضا المسؤولية الاجتماعية للاتحاد الوطني لطلبة سوريا وآليات نوصل لمقترحات وتوصيات من خلالها. طبعا نطلع بمبادرات، وهي المبادرات تكون مبنية على مقترحات وتوصيات للمشاركين الجلسات الحوارية والطلاب اللي من خلالهم تم ملء الاستبيانات. جلسات ومنتديات طلابية تهدف لزيادة التفاعل الاجتماعي بين الأوساط الطلابية، بالإضافة لاستقطاب المواهب والطاقات التي يمتلكها الطلبة وتشجيعها وتسليط الضوء عليها وتعزيز روح التفوق والتميز لدى الطلاب والمعلمين بشتى المجالات. يعني العيون متجهة ل 2021 ليا. الله يسترنا ولا بنتفائل بالخير؟ يعني لا، لازم نتفائل بالخير. يلا ان شاء الله يا رب. يعني مثل ما قلنا انه الكل ناطر ال 2021. عم يقول 2021 انه الفلك طبعا مو انا سيشهد العديد من الظواهر والتغييرات البيئيه حتكون لاول مره، فما هي ابرزها وهي ما هي شدتها؟ اللي قلنا انه الفلك عم بيقول انه اي شيء بنقوله نحن بنقوله ها قالوا هن، وخاصه مستوس سالي يعني رح فهدول التغييرات البيئيه مثل ما عرفنا بال 2020 ايضا كمان صار في تغييرات، مثل الصيف اللي طول والشتاء اللي اجى ايضا بوقت متاخر.
كل هال... نعرف هالشي من قبل ما نتنبأ هو عايلنا عليها. كل هالأمور رح يحكي لنا عنا ضيفنا دائما الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية. بنرحب فيك وأهلا وسهلا سالي ليا، يسعد صباحكم، صباح الخير، صباح مبارك عليكم، صباح سعيد إن شاء الله مع نهاية عام 2020. كل عام وأنتم بألف خير يا رب، إن شاء الله يكون مثل ما تفضلتي سالي، يكون في تفاؤل بعام 2021. ان شاء الله نهارك حلو يا رب ونهاية عام هيك تكون اروع على الناس. 2020 حامل الكوارث، مكركب الكل. 2021 ما بعرف، عالم بيقولوا الفردي ثقيل ولا بيكون افضل. شو توقعاتنا بعالم الفلك؟ ان شاء الله ما يكون في كوارث. خليني بس انا انهي عام 2020 لانه ما انتهى. لا خلص لا لسه ما انتهى والله، لسه في عندنا ظواهر فلكيه بعام 2020 ما انتهت نهائيا. في عندنا يوم الاثنين القادم 21 شهر من اهم الحوادث الفلكيه اللي حتشهدها بلادنا وحيشهدها العالم، اللي هو الاقتران العظيم لكوكب المشتري وزحل. من 800 سنة ما حدث هذه الظاهرة الفلكية الفريدة جدا، أن يكون المشتري وزحل بالتصاق مع بعضهم البعض. يعني يلي بيطلع بيستغرب شو هالجرمين اللامعين جدا بالسماء. يعني فعلا رح ينطرح أسئلة كثير خلال الأيام القادمة، وخاصة 21 كانون الأول يوم موعد الاقتران العظيم. يسمى الاقتران العظيم لأنه أكبر كوكبين بالمجموعة الشمسية، أكبر كوكبين رح يكونوا قدام بعضهم البعض. إذا طلعنا من نوافذ بيوتنا هنلاقي مثل لمبتين قوايا بالسماء معلقين قدام بعضهم البعض، وعم المشتري منقلمع الاجرام وعم يعطوا اضاءه. هلا هن مو لمبتين، هن مو شيء اصطناعي، هن شيء طبيعي جدا. المشتري وزحل سيتالقان يوم 21 الشهر في سمائنا. حيكون الفلكيين ومصوري الفلك على موعد رسمي معهم. الاروع والاجمل هو رؤيه هذه الظاهره من عدسه التلسكوب، لانه لاول مره بعدسه التلسكوب حنشوف الجرمين سوا اثنين بواحد، مشتري وزحل سوا يعني بنفس اليوم. نعم. تخيل ثلاث ظواهر بيوم واحد. بنفس اليوم يعلن فصل الشتاء رسميا في سوريا الساعة 12 دقيقتين. يعني كل هذا يجرب ما بلش الشتاء هي يعني كنتوا انتم بداتوا انتم بحواركم الصباحي بالبرد، انا كنت بدي اقول انه لسه ما شفنا شيء، لسه ما دخل الشتاء. هذا كله برات الشتاء. الله يبشرك بالخير. اليوم الشتاء يدخل الشتاء يوم 21 كانون الاول. نعم. يحدث الانقلاب الشتوي ببلادنا، ان شاء الله يحمل معه الخيرات. هلا بنحكي معه باي ب 2021. اخر ظاهره فلكيه بنفس اليوم، تخيلوا ثلاث ظواهر فلكيه بيوم واحد. هطل شهابي اسمه الدبيات. يعني رح نلاحظ اليوم اللي عم نرصد فيه الاقتران العظيم باخر الليل مجموعه من الشهب، طبعا اذا ان شاء الله كان الجو صاحي، مجموعه من الشهب الجميله جدا تسمى الدبيات، ذروتها بيوم 21 الشهر. تخيلوا يعني ثلاث ظواهر، يعني 2020 ناوي ما يودعنا غير الظاهره، هي ظاهره نادره جدا الاقتران العظيم. الله اعلم شو الرساله من وراء هالظاهره الفلكيه هي. هون بقى دخلنا ب 2021. هون سالي ليا من فتره حكيت عن موضوع انه نحن 2021 فعلا اذا العالم ما اتحد واذا ما دقوا ناقوس الخطر فنحن مقبلين فعلا بعام 2021 على مشاكل مناخيه نتيجه الاضطرابات المناخيه والتغيرات الجويه، وهذا حكيناه بمنبر الاخباريه السوريه اكثر من مره. بالامس القريب من يوم او يومين الامين العام للامم المتحده اعلن حاله الطوارئ المناخيه، وهذا كان صدمة للعالم كله. هذا يدل أنه فعلا نحن مقبلين على تغيرات مناخية كبيرة. هلأ كيف هاي التغيرات المناخية عم تصير؟ كيف هالتغيرات؟ أنتوا لاحظتم امبارح مثلا أمطار بالليل، أمطار غزيرة جدا بأوقات تمام مع برد، بس بأوقات سريعة يعني بتهطل بسرعة بعدين فجأة ولا كأنه في شيء ما حدا، بعدين ترجع تهطل. مثل اليوم يعني الجو هلأ صاحي، طلعت الشمس قبل شوي، بعد شوي رح تلاحظوا أمطار. إذا هذا التغير ما بالعادة سوريا والعالم يشهد هذا التخبط. نعم. يعني نحن هلا بمنخفض بعد منه مرتفع بعدين صحيح. هذا جو كله مرض اصلا 100% مرض مسيل للصحه مثل ما تفضلت، مسيل للبيئه، بيزيد غاز ثاني اكسيد الكربون، حرائق الغابات عم تزيد ايضا غاز ثاني اكسيد الكربون، فاذا عندنا زياده حديه كبيره جدا بغاز ثاني اكسيد الكربون. نحن ما بدنا نخوف الناس وما بدنا ندعي للتشاؤم. نعم. لكن هذا الواقع العلمي، الواقع العلمي على العالم ان يتحد، ولهذا الامم المتحده اعلنت يوم 12 كانون الاول يعني حاله الطوارئ. يعني نحن كمان نعلن حاله الطوارئ ممكن؟ طبعا لكل العالم، هو هذا الاعلان الامم المتحده عمم لكل دول العالم انه موضوع اطلاق غاز ثاني اكسيد الكربون، الوقود الاحفوري، في عده شروط. يعني نحن من خلينا نقول في نحن الدول الاقل خلينا بصراحه اطلاقا لغاز ثاني اكسيد الكربون. الكارثه هي دعوه،
انه نحن امريكا هي الاكثر تلويسا، خلينا نحكي بصراحه، للمناخ بالعالم. امريكا سحبت من اتفاق معاهده باريس للمناخ، هي المشكله اللي صارت، انه انسحاب باريس خلى في توقف لهذه المعاهده، تجمد لهذه المعاهده. فعم يدعوا انه على امل الحكومه الجديده او الرئاسه الجديده لامريكا ترجع تعود لمعاهده المناخ باريس للمناخ، لانه ما في عندنا حل غير معاهده باريس للمناخ، وهي بتساعد الدول خلينا نقول اقل تلويثا، بتساعدها على النهوض. نعم، خلينا معناتها هلا ب 2020 رحمه شوي على على رح نسمعه هلا الالتقاء المشتري مع زحل، مثل ما بيقولوا اثنين مضيئين، فبدها تصير حاله تنافس. هلا خلينا نقول لا، بالعكس، في حاله تلاقي، في حاله جميله جدا، حاله رائعه جدا، حاله فلكيه جميله جدا. بعض. تماما. وزحل والمشتري هن اكبر كوكبين، يعني تخيلي انت اكبر كوكبين بتالقهم بجمالهم، ومضه جميله، يعني خلينا ناخذ التفاؤل منهم، نقول انه نحن داخلين على تفاؤل بسبب هالظاهره الفلكيه الجميله جدا يلي عم نشهدها نحن بسمائنا. وبرجع بقول 2021 رغم مثل ما تفضلتي سالي وليا، لكن نتفائل فيها، يا رب يكون فيها خير، نهايه كورونا، نحضر حالنا لما بعد كورونا. صحيح انه ما بعد كورونا يجب ان ننتبه الى المناخ، لانه حتى كورونا كان وضحت للعالم دور المناخ ودور البيئه بالحفاظ على صحتنا، فنحن نستفيد من مشكله كورونا لما بعد كورونا. نعم دكتور، يعني قبل ما يداهمنا الوقت خلينا نحكي اكثر بعام 2021، شو هي ابرز الظواهر الطبيعيه؟ يعني الصيف كيف راح يكون؟ الشتاء راح تتاخر مثل 2020 ولا؟ كثير حلو. هلا بالنسبه ل 2021 نعطيها شويه توضيح شوي. 2021 مناخيا حنلاحظها متغير مختلفه، يعني نحن هلا الشتاء 21 حيدخل الشتاء، حنلاحظ الشتاء قاسي بس قصير، يعني حنلاحظ البرد خلينا نسميه الصحراوي الثقيل، حتتفاجئوا انه حيدخل الصيف سريعا، يعني بآذار نحن عم نحكي نهايه اذار الصيف حيكون، مع العلم انه نحن عم نخللنا ايام صيفيه هلا، يعني من كم يوم كانه حسينا رجعت الصيفيه. حتكون الشتويه قاسيه لكن مختصره، بالضبط قصيره، يعني محمله بالامطار ان شاء الله، محمله، قد تكون هناك توقع انه يكون في ثلج عندنا بالبلد لكن قصيره، يعني امتى الثلج؟ بتوقع بكانون الثاني، مع بدايه نهايه كانون الثاني بدايه شباط، يعني متراوحه بالاسبوع الاخير من كانون الثاني. هي الفتره هي حتكون ذروه الشتاء، يعني هي الفتره ذروه الشتاء. بعد منها حتلاحظوا تدريجيا عم يهجم الصيف اللي حيكون اطول، يعني كل ما له الصيف عم يقرب اكثر، وبالتالي عم ياخذ مسافه اكثر. خلي عشاق الصيف تنبسط تماما، ونفس الوقت يعني رحمه قد تكون يعني بسبب البرد، وفي ناس كثير ما بتقدر على البرد والامراض. لا يا مثل ما قالت امراض، شتاء محمل بالامراض، فاذا اصطر معلش منيح بالذات بازمه كورونا، فحيكون محمل بالامطار. لا نتامل نتمنى ان يصل الى معدلاتها، حيهجم الصيف سريعا، لكن حنلاحظ هذا العام الامطار، طريقه هطول الامطار يعني مثل ما شفناها امبارح هي الطريقه العامه، هي الهطولات السريعه بكميات كبيره بفترات قصيره، يعني الامطار السيليه خلينا نسميها، اللي هي مو بمناخنا، رح تسمعوا ونلتقي دائما بلقاءات ان شاء الله، رح تسمعوا بدول ما بينزل عندها ثلوج رح ينزل فيها ثلوج، رح تسمعوا بدول يصير عندها فيضانات ما بيصير عندها فيضانات، رح تسمعوا بتغيرات غريبه عجيبه بالمناخ، يعني بفيضانات بالبندقيه، بتغيرات باوروبا بالمناخ، رح تسمعوا مثلا بالصحراء العربيه هطولات امطار غزيره، هي كلها متوقعه ومدروسه، يعني نحن ما عم نتنبا، نحن عندنا دراسات علميه واضحه انه هناك تغيرات بحركه الغيوم والرياح باتجاه الداخل، اقتراب من خط الاستواء والتشتت نحو القطبين، هذا كله واضح ومدروس بشكل كبير، هذا هو اللي نحن دائما بننوه عنه، هذا الاختلاف هو اللي عم يفسح مجال للاوبئه والامراض انه تنتشر بسرعه اكبر. لاحظوا انتم امتى ذروه كورونا دخلت معنا؟ دخلت معنا ذروه كورونا مع بدايه البرد. اذا هناك ارتباط. نعم. ارتباط واضح بين تغير المناخ وبين المناخ والاوبئه. فهي هي المشكله اللي احنا دائما بندعو عليها، الاهتمام بالبيئه دكتور. يعني اهتمام بالمناخ. دكتور بختامنا معك وللاسف حابين نحكي كثير، لكن داهمنا الوقت، عم يقولوا لنا في جزء ثاني لهلا 2021، خلينا بس ناخذ اهم النقاط اللي حابب هلا توجهها لكل حدا عم بيتابعنا. نقطتين مهمتين، اولا او خلينا نقول ثلاث نقاط معلش سريعا جدا، الاولى انه نشاهد الاقتران العظيم فرصه ونتفائل فيه، نتفائل فيه، بركي ان شاء الله 21 تكون حامله خير.
واحد، اثنين نهتم ببيئتنا من انفسنا بالحفاظ على نظافة البيئة، بالحفاظ عدم رمي الاوساخ، كلها بتساعد. ثلاثة، ولو انا طلعت عن موضوع الفلك شوي، فعلا نحن دخلنا ذروة ثانية لكورونا من خلال ابحاث ودراسات يعني نحن ايضا نطلع عليها، ففعلا نحن بحاجة انه ناخذ كل الاجراءات الاحترازية، ندير بالنا خلال هالفترة القادمة، الايام القادمة، لانه الايام القادمة رح تحمل هالتغيرات المناخية، البرد والشوب قفوا بعضه، البرد والشوب قفوا بعضه رح يأثر على جسمنا، يعني نحن قاعدين تحت المكيف مثلا سخن، قدام صوبيا، قدام مدفأة، سخنة طلعنا لبرا برد، هذا كله بيساهم وبيساعد على دخول الامراض لجسمنا، وبالتالي بتصير تربة خصبة لعدد كبير من الجراثيم والفيروسات. ندير بالنا، هي دعوة بنهاية عام 2020. نحن بدنا نتشكرك كثير وان شاء الله السنة تكون حلوة عليك وعلى عائلتك وعلى كل الناس يا رب. ميرسي كثير لك. يي بالعكس. سالي يسعد صباحك وصباح الورد. صباحك حلو يا رب. صباحك حلو دكتور محمد، وان شاء الله يا رب هيك يكونوا مشاهدينا عليها قدروا يستفيدوا من المعلومات يلي اكيد خبرنا اياها. اكيد سالي، وبالختام بدي اتمنى لك نهارك يكون حلو يا رب. اكيد عم نطلع عليكم كل يوم من مطعم بابيليتو. بدنا نتشكروا على حسن الضيافه. بدي اتمنى لكم نهار حلو لكل مشاهدينا. انتبهوا كثير منيح على حالكم، هذا الطقس غدار بيعمل كثير امراض. دفوا حالكم منيح، واهم شيء الكمامه. الله يحميكم، وما ننسى انه ان شاء الله يا رب بكره يكون احلى، وان شاء الله يا رب بكره يكون احسن. شكرا كثير ونهارك حلو سالي. عن نهارك حلو ليا. اكيد كانت حلقة مميزة اكيد معكم مشاهدينا، ومع هالمعلومات اللي قدمنا لكم اياها. ان شاء الله يا رب نكون خفيفين الظل عليكم. نلتقي فيكم بكره الساعة 9:09. انطرونا.